بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء اللي هتكلم فيه مع حضراتكم عن ما يسمى باسم الشخصية المسيطرة. يمكن يوم الحد اللي فات كان عندي يوم إعلامي طويل إلى حد ما، بدأت من الساعة 7 الصبح، توجهت إلى قناة ومنها إلى التلفزيون المصري ومنها مرة أخرى إلى إحدى القنوات في مدينة الإنتاج الإعلامي. وإحنا ماشيين الصبح في العربية لقيت السواق أستاذ محمد بيسألني، بيقول لي قول لي يا كابتن عمرو، هو الشخصية الفلانية في علم النفس اللي انت بتتكلم فيه او علم التنمية البشرية اللي انت بتتكلم فيه والادارة بالذات يعتبر اسمها الشخصية ايه؟ فانا قلت له يعني انا مش هقول لك، بس انا عايز اسمع منك انت وجهة نظرك الاول. انا قلت اشوف الراجل ده بيفكر ازاي. قال والله يا فندم انا معرفش، بس انا بتهيألي كده ان الشخصية دي شخصية مش مسيطرة. قلت له خلي بالك ان هناك شخصيتين، الشخصية الانسانية لهذا الانسان في بيته او في حياته، دي ملناش دعوة بيها، لكن لما يكون الانسان دون عايش معانا وبيديرنا وبيتحكم فينا، سواء في الشركة اللي احنا بنشتغل فيها، سواء في المؤسسة اللي احنا بنشتغل فيها، او حتى في الدولة اللي احنا عايشين فيها، يبقى لازم نكون عارفين مفردات شخصيته. انت قلت ايه الشخصية دي ايه؟ قال لي الشخصية دي يا كابتن مش مسيطرة. قلت له تمام، انا ان شاء الله انت اديتني الايحاء بتاع الحلقة الجاية، وانا هتكلم ان شاء الله الحلقة الجاية اللي هسجلها عن الشخصية المسيطرة. على فكرة بالمناسبة انا كنت رايح اتكلم في هذه القنوات الفضائية عن الشخصية المتنمرة بعد نجاحها على اليوتيوب في احدى القنوات الاخبارية ومرة اخرى في التلفزيون المصري في احدى القنوات. اهلا ومرحبا بحضراتكم في الشخصية المسيطرة. لما اجي اسأل حضرتك سؤال واقول لك عمرو جرانة شخصية مسيطرة جدا، محمد محمود نهى نشوة شخصية مسيطرة جدا، ايه الايحاء اللي بيجي لك؟ هل ايحاء بالقوة؟ هل إيحاء بالتحكم؟ أم هل هو إيحاء بالضعف؟ لما أقول لك مسيطر يبقى قوي متحكم ولا ضعيف؟ في واقع الأمر لما أقول لك شخصية فلان الفلاني شخصية مسيطرة، يبقى يا إما قوي ومسيطر فعلا وحيبان إزاي، يا إما ضعيف. وده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهاردة. احنا جايين نتكلم على الشخصية المسيطرة الضعيفة وليست الشخصية المسيطرة القوية. كيف نتعرف على الشخصية المسيطرة الضعيفة وليست القوية؟ بيسأل في كل شيء ويتدخل في كل شيء ويحط مناخيره في الكبيرة والصغيرة. تلاقيه دايما بيسألك في الهيفة. لو انت في الشغل بيجي يسألك عملت ايه في الامر الفلاني، عملت ايه في الموضوع الفلاني، ما يكلمكش على كبائر الأمر، ما يكلمكش على جلل الموضوع، يكلمك على سفاسف الأمور وتفاهات الأمور. يعني بيجي في الهيفة ويسأل، وبيجي في الهيفة ويتصدر. طيب ده بيجي في الهيفة ويسأل، يعني إيه يا كابتن بيجي في الهيفة ويتصدر؟ يعني لو هو رئيسك في الشغل، أو لو هو جوزك، أو لو هي مراتك، تلاقيه دايما بيجي يحسبك على تفاهات الأمور، بيحاسبك على الحاجات الصغيرة، يدور على هفواتك الهبلة ويحاسبك عليها. ده بنعرفه ازاي يا كابتن؟ من علم الفراسة. ده بقى بيبان، هو اللي بيجي في الهيفة ويتصدر بس وليس الشخصية المسيطرة. اللي بيجي في الهيفة ويتصدر، بص على دقنه، هتلاقي دقنه عاملة زي البيضة المقلوبة. مش البيضة بتبقى تخينة من تحت مدورة من تحت ورفيعة من فوق، اقلبها تلاقي دقنه عاملة زي البيضة المقلوبة، بيضة مقلوبة دي دقن. يبقى بيبحث عن الهفوات ويسأل عن التفاهات، بيجي في الهيفة ويسأل، وبيجي في الهيفة ويتصدر. دايما تلاقيه بيكلمك عن الأمور والأحداث ويديك توقعات. ماشي، كتير جدا بيدوا أمور وبيدوا توقعات. الراجل ده بالذات لما أو الست دي بالذات لما الأمور والأحداث بتيجي على هواها بيتبسط جدا وبيبقى سعيد جدا. هتقولي طب مواضع طبيعي فندم، كلنا لما بيجي حاجة على توقعاتنا بنبقى مبسوطين. اقول لك ايوه، ما دي من ضمن علاماته. ولكن يقول لك شفت، انا قلت لكم لو كانوا سمعوا كلامي، انا قلت وما حدش سمع كلامي، انا اشرت، انا وجهت وما حدش سمع كلامي. والسمة دي عادة بتبقى مشتركة زي ما قلت لحضراتكم ما بين ناس كتير، وموجودة في الشخصية المسيطرة، وموجودة في الشخصية السوداوية، ولكنها مش موجودة في الشخصية المتنمرة بتاعت ايه الفترة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت، إلا قليلا بس عشان يدي الإيحاء بالقوة. كل ما تكلموا عن حاجة يقول لك أنا بلاش
انا عندي الحل للموضوع ده. تكلموا في السياسة عنده حلول سياسية، تكلموا في الاقتصاد عنده حلول اقتصادية، تكلموا في الطب عنده حلول طبية. هو حضرتك بتشتغل ايه؟ مهندس كمبيوتر. طب جبت منين الثقافة السياسية والثقافة الاقتصادية والثقافة القانونية؟ وازاي قدرت تصل الى ان هذا الحل اللي انت بتحطه هو الحل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه او من خلفه؟ هو ما بيقولكش كده، ما بيقولكش الحل بتاع الذي يأتيه الباطل من بين يديه او من خلف، وما بيقولك ايه؟ بيديك الايحاء انه على دراية كاملة بالامور وعلى ثقافة عالية، ويديك الايحاء ان الحل اللي هو شافه بيبقى حل قوي. وعادة بيكون حل تافه. طب هو جابه منين؟ سمع بق من هنا وسمع بق من هنا، وعشان هو من جواه ضعيف وعايز يدي إيحاء بالقوة والسيطرة ان الامور ما بتخرجش برا ايده، فبيبدأ يجيب لك حتة من هنا وحتة من هنا كشر. يعني لما تيجي تتعامل معاه تلاقيه غير مرن. يا استاذ محمد، يا مدام فاطمة، عايزين نعمل كده عشان ده يبقى فيه عقب. يقول لك لا، القانون بيقول والكتاب بيقول وكل حاجة بتقول لازم نمشي زي ما الكتاب بيقول. يا فندم، الكتاب اللي حضرتك بتشتغل بيه او القانون اللي حضرتك بتقول عليه ده غير ملزم، لكنه حاجة استرشادية. لا، لازم تمشي بطريقتي او لازم تمشي بالكتاب. ليه هو بيعمل كده؟ لانه خايف، لانه غير مسيطر على الامر، لانه بيخاف لو الامر خرج من برة ايده يجازى، لانه عايز يدي لك ايحاء انه قوي وانه ملتزم، لكنه في واقع الامر خايف وما عندوش بدائل. فهو بيلتزم بادق التفاصيل وبادق النصوص، لا ياخذ روح القانون ولكنه ياخذ نص القانون. ليه؟ لانه خايف يقع في المحظور. طب ساعات في منهم بيخالف يا كابتن عمرو؟ اقول لك ساعات في منهم بيخالف وبيطلع بره وبيقع برضه في غلطه تانيه. طب هو بيخالف في ايه؟ بيخالف في الشيء اللي هو شايفه صح. لما انت تقول له يمين وهو يقول لك شمال وانت تقول له خلاص ماشي نمشي شمال، انت كلامك صح، انت عندك رؤيه. من كتر سعادته انك انت قلت له انك عندك رؤيه بيجي له احساس انه مسيطر على الامر. فلكي يشبع احساس السيطره جوه قلبه وجوه نفسيته الضعيفه الغير مسيطره يبدا يخالف القانون. طب الله، هو بيخالف ولا ما بيخالفش؟ لو شعر انك انت ضد اتجاهه هيمشي هو مع اتجاه نفسه. هو لا يقبل ابدا انك تطلع بره رؤيته حتى لو كانت رؤيته غلط. فعشان يبرر لك رؤيته الغلط يدور لك على نص قانوني يمسك لك فيه، وفي نفس الوقت يحاول ان هو يطلع هو يكسر نفس النص القانوني ده ويطلع براه. لو انت قلت له تمام يا فندم سيادتك رؤيتك صح، انت عندك رؤية، انت شخص مسيطر، انت شخص قوي. يتظاهر دائما بالديمقراطية أمام الآخر. ليه؟ عشان يتظاهر أنه مسيطر وأنه ديمقراطي. يسمع دائما أبدا إلى أقوالك، وهو بيكلمك سمعك وشايفك وبصص لك، لكنه لا يستمع دائما أبدا إلى رأيك على الإطلاق. هو يسمع لكنه لا يستمع دائما أبدا على الإطلاق. بس كده؟ لا، اي اقتراح انت تقدمه من وجهة نظرك الشخصية يجب ان يعاقبك عليه او تعاقبك عليه، خاصة اذا كان مديرك او رئيسك في العمل. تقول له يا فندم انا وجهة نظري ان انا عايزين نعمل كذا كذا كذا. طالما قلت له يا فندم دي وجهة نظري، تلاقيه بص لك ويبدأ يعمل زي ما احنا قلنا، يدور لك على نص قانوني يطلع انك انت غلط، يدور لك على نص في اللوائح او القوانين عشان يثبت لك انك غلط وانك عبيط مش غلطان. بس ليه؟ لانك قلت له من وجهة نظري. معنى انك قلت له من وجهة نظري ومعنى انه سمع كلامك وتظاهر بالديمقراطية ونفذه، معنى كده انك انت اللي مسيطر وانت اللي بتتخذ القرارات مش هو. مش كده ولا ايه؟ يشعر بالقلق دائما ابدا من زملاء العمل اللي كانوا زيه وبقوا، عفوا مش اللي كانوا زيه، اللي كانوا تحت رياسته وبعد كده تدرجوا في العمل وبقوا عندهم مناصب مساويه للمنصب بتاعه. يعني كان بيشتغل تحت ادارته وبعد كده كبر وبقى له نفس المنصب. يعني انا مثلا طيار بيبقى معايا مساعدين، المساعدين دول بيقعد معايا 5 سنين 6 سنين 7 سنين مساعد، وبعد كده بيترقى بيبقى قائد. ممكن نتقابل انا وهو على طراز واحد، هو كان المساعد بتاعي وقاعد على ايدي اليمين والنهاردة بقى كابتن زيه. انا ممكن اتقبل الوضع ده واعيش معاه واتعايش معاه واقول له حضرتك يا كابتن قرارك وتعليماتك، لما يكون هو الكابتن. غيري ما يتقبلوش،
وغيري ممكن يتظاهر بالتقبل لكن علامات وشه بتبان عليه. هذا الشخص لا يتقبل أبدا أن مرؤوسيه يكونوا في يوم من الأيام مساويين له، تبقى مصيبة سودة لو بقوا رؤساءه. لكن لو بقوا مساويين له هتبقى مصيبة ستين. ليه؟ لأن هو جبان فبيخاف من رئيسه، فلو بقى مرؤوسه تحول إلى رئيسه هيخاف منه ويعمل له حساب. طب لو بقى إيكوليبرم ليه أو مساوي ليه هيبدأ يعمل ثلاث حاجات ملتزمين ببعض. أول حاجة أتحدث سلبيا عنهم دائما. شفت فلان؟ شفت علانة؟ أخطأها، لبسها، شكلها، يتحدث سلبيا عنه دائما أو تتحدث سلبيا عنها دائما أبدا. يدور على أخطائه في العمل. هل يدور على الأخطاء الجسيمة؟ لا، بيدور على الهفوات الصغيرة. ليه يا كابتن؟ لأنه شخصية غير مسيطرة، وعادة بيدور على التف. مش احنا قلنا بيجي في الهيفة ويتصدر؟ طالما هو بإنسان بيفكر في الهيفة ويتصدر وبيجي في الهيفة ويدور عليها، يبقى بالتالي هيتصدر، هيجي لزميله دواني يدور له على الهيفة برضه. هو شخص لا ينظر إلى الكبار، إلى الشيء الكبير، لكنه ينظر إلى الشيء الصغير. ليه؟ لأنه لو كان بينظر إلى عظائم الأمور كان هيتجاوز على ابن زميله اللي تحته أو مرؤوسه بقى مساوي له أو بقى رئيسه. خلينا بقى مساوي له، هي دي المشكلة. المشكلة مش إنه يبقى فوق، المشكلة إنه يبقى جنبه. لأنه لو فوق هيبقى منافق على طول، هيوقف ينافقه. ليه هيوقف ينافقه؟ لأن زي ما إحنا شايفين من روح الكلام اللي أنا بتكلم فيه إن هذا الشخص ينافق ويحب، عفوا ينافق، يحب إنه ينافق ويوحى إليه أنك القوي المسيطر. يبقى بالتالي هو هينافق اللي فوقيه. ليست قاعدة ولكنها ملحوظة لي أنا من خبرتي في التعامل مع هذه الأشخاص. يسلط دائما أبدا الضوء، ماسك على الأخطاء دائما أبدا، ماسك ميكروفون وماسك بوق وماشي. شفت فلان غلط، شفت فلان عمل، شفت فلان سوى، شفت فلان عملت، وبرضو على الهيفة. يبقى يتحدث عنهم سلبا دائما أبدا، يبحث ويفتش ويشمشم عن أخطائهم التافهة لأنه ما عندوش غيرها. ولو لقاله خطأ تافه يمسك الميكروفون ويمسك البوق ويبدأ دائما أبدا يتكلم معه. هل عرفتم حضراتكم السمة العامة لهذه الشخصية المسيطرة؟ طلعت إيه؟ طلعت إن الكلب اللي يهوها وما يعضش. يبقى الشخص المسيطر الضعيف يختلف عن الشخص المسيطر القوي. الشخص المسيطر الضعيف ده اللي تتوافر فيه السمات اللي أنا بقولها. الشخص المسيطر القوي مسيطر لكن لا تتوافر فيه هذه السمات، والجميع يحترمه لأنه إنسان قوي فعلا، يسمع ويستمع ويأخذ بقراراتك ويبحث لك عن أخطائك، لا يبحث لك عن تفاهاتك ولكنه يحاسبك برفق على أخطائك الكبيرة ويقول لك العفو عند المقدرة. مش هنتكلم عن الشخصية المسيطرة الحقيقية، ولكن خد عكس كلامي عن الشخصية المسيطرة التافهة وقلبه على الشخصية المسيطرة الحقيقية. هو إذن كلب، والكلب اللي هوهو ما يعضش. خائف دائما أبدا من ضعفه أمام الناس لأنه يعلم أنه ضعيف. زي مين؟ زي أخونا الشخصية المتنمرة بتاعت الحلقة اللي فاتت. وحضراتكم لو دخلتوا على اليوتيوب على عمرو جرانة زي ما هنشير في آخر حلقة هتلاقوا الشخصية المتنمرة المستبدة. حمل الحلقة الأول وتفرج عليها ودور على مين من حواليك في هذه الشخصية. هو غير مسيطر على الإطلاق، عشان كده بيديلك دائما أبدا إيحاءات بالسيطرة وإيحاءات بالقوة، وبيبعث إليك رسائل إن هو هعمل فيك وسوي فيك وأطع فيك، زي الشخصية المتنمرة بالضبط، لكنه عادة لا يفعل، يتظاهر بقدرته على السيطرة. طيب زي ما قلت لحضراتكم دائما أبدا إن الشخصيات اللي أنا بجيبها دي بجمعها من 23 كتاب وبشوف المشتركات اللي ما بينهم ايه، مين قال ايه ومين ما قالش ايه. اكتشفت ان 19 كتاب كتبوا المواصفات اللي انا قلتها لحضراتكم، لكن في ثلاث ماجستيرات، ثلاث رسائل ماجستير، احدهما لشخص انجليزي هندي انجليزي واحدهما لشخص الماني، عمل رسالة ماجستير عن الشخصية المسيطرة وكيفية ادارتها وبعض الشخصيات الاخرى في علم الادارة، واكتشف حاجتين كمان ممكن نتعرف على الشخصية المسيطرة من خلالهم. اول حاجة، هذا الشخص بيتوهم ان كل الستات بتحبك، كل الستات حلوين. طبعا يا ابو كرش يا بختك، وانت من قدك مين؟ بيتوهم ان كل الستات بتحبه. فلانه لما تشوفني هتعجب بيا، فلانه لما شافتني اكيد اعجبت بقوتي وبشخصيتي وبسيطرتي. هو سيادتك عندك كام سنه؟ 50 سنه. وهي عندها كام سنه؟ 20 سنه. هتعجب بيك ليه؟ العذراء والشعر الابيض، القوه،
انا فتى احلامها، انا الراجل اللي هي بتحلم بيه، وكرشك ده وعجزك ده هتبص لك برضو؟ اه طبعا. طب يتوهم بكده، ولو السكرتير بتاعه او الشخص اللي قاعد جنبه او زميله او مدمير مكتبه شاب صغير ودخلت بنته ورمقتهم بنظرة من العالي وشعر للحظة ان ممكن يكون اعجابها موجه لزميله، بيصب جام غضبه على هذا الزميل او على مدير مكتبه او على الشخص المرؤوس بالنسبة له. ليه؟ لانه شعر او جات له رسالة انه فقد السيطرة على اعجاب هذه البنت، فقد السيطرة. فيبدأ يتكلم عن نفسه كتير ويبدأ يدي إيحاءات أخرى بالسيطرة، ويبدأ يكلمك عن مغامراته النسائية وعن البنات المعجبات والمراهقات المفتونين بيه، ويقول لك دائما أبدا بيتعامل معايا العذراء والشعر الأبيض. بيشترك زي ما قلت قبل كده مع الشخصية المتنمرة، ودي في رسالة ماجستير بيشترك معاها فقط لا غير، في انه دائما ابدا بيبعت برسائل تهديد مستقبلية، وهم الاثنين ما بيعملوش حاجة. انا هفتك بيك، انا هكسرك، انا هقطعك، انا ماسك عليك ورقي يوديك في داهية، انا عارف عنك اسرار لو قلتها هتعمل فيك وتسوي فيك وتعمل فيك. الشخصية المتنمرة والشخصية المسيطرة الاثنين دول بيشتركوا بس في الحتة دي، في انه بيبعت رسائل تهديد. طب ليه بيبعت رسائل تهديد؟ لانه غير مسيطر ويعلم انه مش مسيطر، ويعلم انه غير قادر على اي شيء، فبالتالي بيقول لك انا هفعل فيك وهسوي فيك وهعمل فيك. هو بيتمنى انه يعمل كده، لكنه ليس لديه المقدرة على انه يعمل كده. الشخصية المتنمرة بتبعت لك بالرسائل التهديدية لأنه بيتمنى برضو أنه يعمل كده، ولكن قد يكون لديه جزء من المقدرة البسيطة على أنه يعمل كده، لكن مش بنفس القوة اللي بيديها لك. ده ما عندوش القدرة على أنه يعمل كده، وإذا كانت لديه القدرة هتكون لديه قدرة متواضعة جدا، ويحتاج إلى حبل من الله وحبل من الناس، يعني يحتاج إلى مساعدات خارجية ولكن ليست ذاتية في نفسه. هيطلع قدام حضراتكم على الشاشة الآن خبر في الجورنال في جريدة الوطن، حسبكم انتوا تقروه وحسبكم انتوا تحللوه، وطول عمري كان نفسي أقرأ نشرة الأخبار. خبر اللي هيطلع على الشاشة قدامكم بيقول نيوزويك، مجلة نيوزويك بتقول الإسلاميون يهددون بالرد بعنف حال سقوط الرئيس مرسي. بنهدد بالرد بعنف، هنفعل، هنقطع، هنكسر. المعارضة بتقول ده حديث ساذج. المحللون السياسيون بيقولوا الإخوان يخشون، خايف خايف فعلا من إسقاط النظام. نرجع هنا ونقول مجلة نيوزويك بتقول ده بيهدد بإسقاط الحكم، ههدد، عفوا الإسلاميون بيقولوا هنهدد، احنا هنكسركم، احنا هنقطعكم لو حاولتوا تعملوا، الدم هيبقى للركب في الشوارع، هنفعل هنسوي. المحلل السياسي الهادي بيقول ده كلام فارغ، ده تهديد، دي شخصية مسيطرة على شخصية متنمرة. الإخوان ونيوزويك بتقول الإخوان بيقولوا أو بتقول إن الإخوان خايفين فعلا من إسقاط الحكم. أنا لا أتحدث عن الإخوان ولا أتحدث عن أي فصيل سياسي، ده خبر دخل جوه سياق الفكرة بتاعتي. الصورة اللي هتطلع قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة هي صورة تعليقات المشاهدين على نفس الخبر. بص عند الأقواس الزرق هتقول واحد بيقول فنجرية بق، اسمه أحمد، فنجرية بق، أحمد ده بيقول الإخوان أكبر فنجري بق عرفته البشرية. هذا الكلام على مسؤولية الأستاذ أحمد، أنا ليس لي علاقة به على الإطلاق، ولكني أقرأ ما كتب. ولو مرسي الثوار راحوا جابوه وعلقوه من رقبته، عيب يا احمد تقول كده، ده رئيس الدولة بتاعك، ولا رد فعل واحد حيطلع منهم. كلام ده على مسؤولية احمد. ليه؟ لانهم خائفين بطبعهم، والسحل والاهانات التي تعرضوا لها طوال تاريخهم تثبت كده. ما عرفش احمد ده بيشتغل ايه، ممكن مدير، يمكن بتاع علم نفس، وساعتها ما كانش ليهم رد فعل واضح وصريح من اللي كان بيحصل فيهم. احمد بيقول فبلاش والنبي فتحة صدر اوانطة. الكلام على مسؤولية احمد، والكلام منشور في جريدة الوطن بتاريخ يوم الاحد 3 مارس 2013 الساعة 7:25 صباحا. انا ملياش دعوة يا فندم.
طيب نرجع تاني بعديها بيومين، خبر هيطلع لكم على الشاشة بيقول مصطفى بكري يكتب هل يعود الجيش إلى السلطة من جديد؟ ده المقال يا فندم، بس أنا مش عايز أتكلم في ده، ما إيش دعوة الجيش يعود ولا ما يعودش، دي قصته هو. أنا بتكلم في علم الإدارة، الصفحة اللي هتطلع قدامكم جزء من المقال أنا كبرتها. بص على الحتة الحمراء بتقول إيه، إن مجلة الفورين بوليسي علقت على ذلك برؤية تحليلية تتضمن 7 نقاط. مصطفى بكري اللي بيقول ان الفورين بوليسي عملت 7 نقاط. 1، ملناش دعوة بيها، ان البرادعي عندما تحدث. 2، ملناش دعوة بيها، ان ما عبر عنه البرادعي. 3، ان الكارثة الاقتصادية ملناش دعوة بيها. 4 بقى يا اخواتنا الاحباء بيقول ايه، اقرأ معايا على الشاشة، انه في حال تدخل الجيش فان الاخوان ربما يقاومون قليلا. ركز على كلمة ربما وركز على كلمة قليلا بعد كده، لكنهم سيمتثلون سريعا. يعني هيرجع لك خلاص يا فندم تحت أمر سعادتك يا فندم. ليه يا فندم هيتثلوا سريعا؟ كي يضمنوا لأنفسهم مستقبلا سياسيا في مصر. وإذا حط كلمة، خلي بالك من كلمة إذا، قاتلوا قليلا، يبقى هنا في إذا وفي قليلا، فالجيش لن يتركهم وسوف يعودون إلى العمل تحت الأرض لتنتهي بذلك التجربة السيئة للإسلام السياسي في مصر للأبد. هذا الكلام ليس كلام عمرو جرانة، وإنما كلام الأستاذ الصحفي العبقري مصطفى بكري. أنا قلت ليه عبقري؟ المهم الأستاذ الصحفي مصطفى بكري موجود في جريدة الوطن بتاريخ يوم 4/6/2013 الساعة 12:11. جبنا لكم كل المصادر. تعالى نشوف ايه معانا هنا تاني. ايه معانا؟ ان انا عايز اقول لحضراتكم ان الشخصية المسيطرة انتهت، ويا بخت من زار وخفف. وحب اقول لحضراتكم ان كل المجموعة بتاعة التحليل الشخصية من الوجه ومن السلوك موجودة على موقعي على اليوتيوب. كل اللي عليك تعمله انك انت تخش على اليوتيوب تكتب في اداة البحث عمرو جرانة بالعربي، هيطلع لك مجموعة من الاختيارات، اختار منها الصورة اللي موجود عليها المربع الأحمر قدام حضراتكم، اعمل كليك عليها، هتلاقي الاختيار اللي بعد كده علم تحليل الشخصية وعلم الفراسة. اختار هذا الاختيار، كليك عليه، هيطلع لك مجموعة الحلقات، وهذه الحلقة تأتي مرة كل أسبوع. سعدت بكم على أمل أني أكون قد أسعدتكم وما دوشتكمش. شكرا لكم وإلى اللقاء. مصر شالت فقطعتها يردني، فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ مصر شالت فقطعتها يردني.